ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي اعتمد الأولويات الاستراتيجية لها وحدد 4 محاور وأولويات لسير العمل، وتشمل الرعاية الصحية لإرساء معايير العالمية قائمة على الأدلة العلمية والتعلم عبر تطوير رحلة المرضى وإعداد كوادر مؤهلة، والاكتشاف بإيجاد منظومة قائمة على الابتكار والبحث العلمي، ثم العطاء بتعزيز الكفاءة والتعاطف واستثمار الموارد وتحقيق الاستدامة.